طب ما انا مضحك الناس على طول بنجاح. طب ولو عليا ما لي يشمت يشمت، ايه المشكله؟ من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. انا قلت ان انا مرتبطه من 4-5 شهور. لا ما انا عايزين تفاصيل بقى، الجواز امتى ولا لا 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 تاني لا لا على الهوا كده. اصل هو حلو وقمر وعينيه ملونه وطويل اسمله، فانا مش صراحه هياخد عين، انا مش عايزه يحصل ده معايا. احلى حلقات بعملها هي مع لعيبة الزمالك، ملناش دعوة بحد. ورا الدنيا وشايفه النهارده المهرجان ازاي، وانت دايما نجمه اساسيه في مهرجان. اشكرك. ولا نجمه ولا اي حاجه، اشكرك. شفت جيت عندك انت بقى ايه سقعت فمش قادر ان انا ايه الاسئله اللي بتزيد الحراره. طيب اهو يلا انت اهو قلت لهم كلهم لا هقول لك اوكي. انا مش شمتان كانت عليكي. طب ولو عليا ما لي يشمت يشمت، ايه المشكله؟ من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. يعني انت بتحضري ان حد يضحك في الاخر؟ طب ما انا مضحك الناس على طول بنجاح. انا من اول السنه ما وعدت نفسي ان انا ما يعديش شهر عليا من غير ما اعمل حاجه. فانت لو متابعني من شهر 11، لا من سنتين، هتلاقي ان انا كل شهر عندي حاجه. انا تاني سنه اتكرم. في ناس هنا بقى لها سنين بتحاول تخش المهرجان او تتكرم وكانت قاعده في البيت. انا بقى لي دي سنه تانية اعتبر ان انا اتكرم احسن مذيع. بس دي كربت النهارده فيها مي ورشاد مع بعض. انت ليه بتتكلم في حاجه زي دي؟ ليه تجيب ليه؟ ايه المشكله؟ ربنا يبارك للكل وربنا ينجح الكل، واللي عايز ينجح ينجح واللي عايز يفشل هو حر، ده قراره. انا مالي بقى بالحاجات التانية؟ يا رب ينجح الكل، يا رب يدي كل الناس اللي هي عاوزاه. انا مالي بقى. حلقتك الاخيره اللي عملت قلق ورد فعل ده، انت شفتي لومتي نفسك؟ لا خالص. ليه؟ شايفه انك كنت صح؟ لا ملهاش علاقه بصح وغلط، ليها علاقه بسيستم البرنامج. البرنامج طبعه كده. وبعدين انا ما توقفتش من عشان القناه ولا عشان راي عام. انا تصريحي خلص الخميس وانا حلقتي كانت السبت، جددت تصريحي ورجعت بعد 3 اسابيع. بس الناس هي اللي ما كانتش فاهمه يعني. بس الزمالك شايفه الجمهور بدا يعني الحرب عليكي طول الوقت؟ ده طول عمره حالين الحرب، بس انا بحبهم بصراحه. احلى حلقات بعملها هي مع لعيبه الزمالك، احلى حلقات عملتها في حياتي. لا والله احلى حلقات. هم بيعرفوا يتكلموا، جدليين، عندهم دايما يعني حرقه على ناديهم. كلنا عندنا حرقه على الانديه اللي بنشجعها، بس بحس ان الزمالك اكتر يعني مشتاق لحاجات كتير. فبيبقوا رايك في قرارات مرتضى منصور امبارح؟ والله ما تابعت، انا لسه جاي من السفر النهارده والله. فما تلبسناش بقى يا عم، ملناش دعوه بحد. على طول في دبي عشان هو بيحبني والله يا عم. دايما قوي بيحبوني قوي قوي، فانا مش عايزه ايه، فماليش دعوه بعد. الحب يزيد. حكايتك في دبي ايه؟ عندي انت، انا طول عمري عايشه هناك. انا مش فاهمه ايه الجديد في دبي يا جماعه. هي دبي دي بتزغزخ متقرص ايه؟ انا بقالي 8 سنين عايشه هناك. يعني الناس اللي تابعني على السوشيال ميديا تبقى عارفه. مش عارفه ايه الجديد في دبي مزعل الناس. لامبورجيني ستوريهات كارت، لامبورجيني مزعل الناس. مش فاهمه ايه المشكله بقى. كل الناس هناك بتركب لامبورجينيز وفيراريز وكل الكلام ده. بتحب في دائرة الاستفزاز يا ماي؟ دلوقتي لا. ليه بقى؟ بصراحة عايزة بيتي وولادي اللي جايين يبقوا بعيد عن الدوشة. مشروع ارتباط بقى؟ انا قلت ان انا مرتبطه من 4-5 شهور. لا ما انا عايزين تفاصيل بقى، الجواز امتى ولا لا 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 تاني لا لا على الهوا كده. اصل هو حلو وقمر وعينيه ملونه وطويل اسمله، فانا مش صراحه هياخد عين، انا مش عايزه يحصل ده معايا. ومش مصري فيعني فعايز ايه معلومات تاني؟ ادي لك عنوان بيته. فرح امتى؟ لما ربنا يريد. ده بتاع ربنا بقى، النصيب ده بتاع ربنا، الله اعلم. اماراتي ولا والله ما اريحكم. هي الامارات تعبكم. ايوه ايوه. جهازك دي؟ طيب البرامج كنت عندي برنامج جديد هيكسر الدنيا.